حول الألحان العراقية بين الماضي والحاضر وأكيد الناعم. صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل بيوم جديد. موضوع استطلاعنا هذا اليوم عن الألحان، تحديداً الألحان العراقية. بداية يعرف اللحن بأنه تعاقب خطين للنغمات الموسيقية اللي تم إدراكها ككيان لا. أما الألحان العراقية فقد شهدت في الفترات الأخيرة اختلاف كبير عما كانت عليه في السابقة. اليوم باستطلاعنا حابين نعرف آراء الناس عن اللحن العراقي بين الماضي والحاضر. ابقوا ويانا. رأيت مليحة ويا روحي قتلتيني تعوف الحب، أها تعوف الحب. عشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ. أطق روح وأصيح حضن حب استريح وشم عطر الكبد. شفاف دولة ابن الوكي نمحبتك. الألحان العراقية بالوقت السابق وبالوقت الحالي؟ وعادة اكو فرق بكل الاشياء بين الوقت السابق ووقت الحاضر، يعني كل الامور ومن ضمنها يدخل الفن بشكل عام، الموسيقى والغناء. فطبعا اكو فرق كبير، يعني ممكن اقول حتى وصل للنقيض، يعني بين الألحان الرصينة المحترمة طبعا على مستوى الألحان والكلمات وحتى الأداء والأصوات، فرق كبير بين تقريبا مرحلة شهدة نهضة العراق يعني بالغناء ستينات سبعينات ثمانينات وبين تسعينات وصولا لحد الآن، ما عدا كاظم الساهر، البقية طبعا هبوط كبير. فطبعا فرق كبير يوجد. هو الفرق حقيقة موجود، لكن احنا نريد نرجع لأسباب الفرق اللي صار بين خلينا نقول الثمانينات والتسعينات والألفينات. الفرق من وجهة نظري يعني البسيطة انه مستوى الناس اللي دا تتلقى هذا الموضوع ومستوى المجتمع اللي دا يطلع لنا الفنانين. في السابق كان الفنان هو يعني في الغالب، ما نقول الكل، بالغالب انه هو طالع من مدرسة موسيقية او من دراسة او يعني متدرج بموضوع الغناء. حاليا دا نشوف انه الملحن والمغني والمؤلف انه هم كلهم دا يعني فتشي مثل الفقاعة. طبعا اكو اختلاف بالنسبة للألحان الحالية والألحان اللي في زمن الماضي. في زمن الماضي أحسن بالنسبة للمستمع، بها إيقاع حلو، نسبة المشاهدة إلها أحسن. بالنسبة للسبعينات والثمانينات والتسعينات أحسن ما في واقع الألفين. الأغاني صارت كلها سريعة، الأغاني القديمة حلوة وإلها فطابة حلو وظلت بالذاكرة، بس الأغاني الجديدة حلوة. ليش حلوة؟ يعني الشباب يدورون على شيء سريع، فشيء متطور يعني، والحياة صارت عبارة عن شلون أقول لك، فشيء يسابق الزمن، واحد يسابق الثاني. فلازم هي الحياة كلها تغير، مو بس الأغاني، الحياة كلها للسرعة صارت. أكيد طبعا، أكيد كل شيء يعني تختلف ألحان الفنان العفو ناظم الغزالي على غيرهم هذول اللي كانوا يغنون الطرب الأصيل، على هسه اللي يعني خلينا نقول أغاني ما مفهومة، يعني مجرد أنه بس ألحان سريعة يعني على الهوى، مثل ما أقول على حس الطبل خوفاني رجليه، بس مو أغاني اللي سلطن قبل أو ترجعك الفد حالة معينة أو فد ماضي أو تتذكر مثلا حبيب أو صديق أو أخ، أو يعني كانت أغاني هاتفة ألحان هاتفة. بس هسه لا، ما اعتقد اكو يعني فد شيء يعني صارت الالحان كلها سريعه، عباره عن سريعه، ما ادري الحياه صارت سريعه وما يسرعون وياها، ما اعرف. رايت مليحة ويا روحي قتلتيني تعوف الحب. أطق روح وأصيح حضن حب استريح وشم عطر الكبد. شفاف
حبتك من المعروف أنه كل تغيير ينتج عنا اختلاف، ومجتمعنا العراقي بالفترات الأخيرة مر بمراحل وتحولات انتقالية ساهمت التغيير جميع جوانبه الاقتصادية، اجتماعية وحتى الفنية.